السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصبح على كل اخوتنا حبايبنا في كل مكان. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلامت مليون مسا عليكم وعلى كل التمام. متابعة مع الزغاليل تمام. لازم تشتغل مع الزغاليل بعد ما الحمام يأكل. بنيجي نحن نزود لهم مية، بنيجي تلاقي الحويصلة بتاعتهم جامدة، فبنزود الحويصلة مية عشان خاطر الزغلول يبقى واقف مرتاح ما يموتش منه. اسباب الحمام، الزغاليل اللي بتموت من الواحد بتطلع تلاقي الزغاليل واكله وميتها، دي سببها قله الميه. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب الميه والسرنجه وتملى الميه كده وتشرب الزغلول ميه زي ما هوريكم دلوقتي تمام. بس اهم شيء لازما الزغلول يعني ما تملاش الحويصله بتاعته ميه قوي، يعني اديها على قد ايه الطاقه بتاعتها، اديها على قد الطاقه بتاعتها تمام. هنسمي الله واحده واحده، ما تتكش جامد عشان الحويصله دي كلها يعني زي عروق وورده والكلام من ده، فما تتكش جامد عشان الحويصله ما تنزلش جامد فتتعب الزغلول بعد كده. بسم الله. حتى الزغلول يعني الزغلول عايز كتير، يعني حسب ما هو عايز كمية المية، على حسب ما هو عايز كمية المية تمام. كمية المية هي اللي بتحكم على الفرد الحمام، يعني هتلاقي الحصيلة بتاعته جامدة حديد تمام، فتجيب واحد الحصيلة بتاعته جامدة فبتديله المية عشان خاطر تسهل معاه الهضم عشان خاطر الحصيلة بتاعته بتبقى ناشفة، فالزغلول يتعب منك. لازم الزغلول يبقى الحويصله بتاعته ما هي مرخرخه عشان خاطر يعرف يهدم. سامحوني بقى عشان زوري تعبان شويه، معلش. هات لي دبلتين كده. يا عايز دبلتين ولا كده؟ ايه اوكي. حاجه شوف برضه الحامي التقيل نفس الحكايه. عامل تقيل نفس ايه الحكايه برضه تمام؟ نفس الحكايه. بص يعني الحصاله بتاعته جامده فبنديله ميه. كل ما تديله ميه يعرف الهضم بتاعه يبقى سريع تمام؟ دي نفس الحكايه برضه. رجعنا لكم تاني تمام؟ شوف بقى الزغلول اما الحصاله بتاعته تبقى طريه كده، فاهمني؟ هتبقى جميل، الحصاله بتبقى طريه هتبقى كويس. الزغلول التايل ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف بقى ده الحصاله ناشفه ازاي. الحصاله ناشفه تمام. طول ما الحصاله ناشفه معرض يموت منك تمام. شوف بقى الطريقه ازاي كده يهدم معاك على طول.
عشان برضو ايه احنا واخدين بالنا من النقطه اللي زي دي. طول ما الزغلول مع الميه كويسه ما تخافش من فاهم. استنى دي نفس الحكايه دي من انتاجنا الهمر ان شاء الله. لسه اول زغلول نفرخه همر موجود القص الكبار لو حد محتاجهم احنا بنبيعهم موجودين ابوهم. تمام كده يبقى كده حلقة النهاردة خلصت. يبقى احنا يا رب نستفاد من معلومة كلنا بنكمل بعض. تمام اي حد محتاج مننا اي سؤال او اي حاجة يكتب لنا في التعليقات واحنا نرد عليه. تمام ما تنسوش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.